استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الفنان التشكيلي عباس الموسوي. حيث تشرف بإهداء جلالته لوحات فنية مستوحاة من الصبل الخيول الملكية، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الفنية التي تتناول ما تسخر به مملكة البحرين من حضارة عريقة والتي تأتي في ظل اهتمام وتطلعات جلالة الملك المعظم في الحفاظ على موروثاتنا الوطنية الأصيلة. كما قدم إلى جلالته إيجازا حول مشروع مهرجان الفن سلام والذي أطلق قبل ثلاثين عاما ويهدف للوصول لتعزيز الوعي لأهمية المحافظة على البيئة وقد عرب جلالة الملك المعظم عن شكره للفنان عباس الموسوي على هذا الأهداء مبديا رعاه الله أعجابه بهذه الأعمال الفنية الراقية منوها بما يمتلكه الفنان من قدرات إبداعية وتطويرية وحرصه على الارتقاء بمنتجه الفني متمنياً له دوام التوفيق، مشيداً جلالته بعطاء الفنانين البحرينيين المبدعين وإسهاماتهم في تعزيز المكانة الحضارية والثقافية للمملكة من خلال أعمالهم ونتاجاتهم الفنية المتميزة.